شنقول لك واحد فيتشرينغ بحال كاع لي فيتشرينغ اللي دازو، غير هذا فوكسينا فيه على شي حوايج، وغيكون معنا حتى لوطخ عبد المنعم سليماني، وان شاء الله يكون فيتشرينغ خطير. ما جمعني حتى شي فيتشرينغ من غير سبيط. كان مشكل في البيمون اون فوا ريغلا سيتواسيون ديالو طلقت ليه الديسك. على حسب المشكل، كاين مشكل اللي كيستاهل تكومونيكي عليه، وكاين مشكل اللي ما كيستحقش. شكرا بزاف على السيبور ديالكم، حيت كون ما كنتوش نتوما ما كنتش غادي نكون انا نهائيا، حيت باش نكونوا واقعيين راه ما كاين لا معرفه اللي يديك اللي يخليك، كاين حب الجمهور وكاين الناس اللي تيقدروا داكشي اللي تدير وتيجيبوك، وكاين زعما تكافؤ الفرص كما تيقولوا. شكرا بزاف وتسناو الجديد. Thank you.